الموت بالأجل وشنايات تفاخر نخلي شيعتي وصول كل بنادي هي جرسولها وجبل أمير أقصت بجوج القفار والسالف الزادي حين وصلت لمدينة الهوى عقلي طاير حين وصلت لمدينة الهوى عقلي طاير قدمت على الموت قدمت على الموت في رضا نجمة مرادي وانا هدخلت انا عقب طلامي قصة رفيقي وصاحبي عن غفلة المصار فجع سلمت وقبل سلامي. Alors, salam alaikum ya Hussein. Tout d'abord, félicitations à l'Alfos de Asbourg le Berh 2-0. Où tu as fait un grand match, un match à gaffer au sport. كيف عقب الماتش هذاك؟ وعليكم السلام ورحمة الله. الماتش عقب بيان الحمد لله سي ليسونسيال سي لا فيكتوار. احنا حوسوا باه نحققوا لوبجيكتيف لا مونتي. سا بار بار دي ماتش كوم سا مع دي كونكيرون ديريكت. انا بيرسونالمون درت اللي عليا جيسي دو فيغ ميو بوسيبل. Oui, c'est bien pour un tournoi ce soir, mais pour faire le Watani, j'ai fait le match lundi. Asar Alik, tu vas arriver tel heure le jour, Inch'Allah, tel heure après. Qui fait analyser le match de l'IJ comme tu as le Rouen d'Arada? كما قلنا احنا لي بليز امبورطون الماتش المهم هو تاع رواندا باه نحققوا نتيجه ايجابيه في زوتر ماتش لازم نديروا ان كرون ماتش مع رواندا وان شاء الله نجيبوا لا فيكتوار ومينيموم ما نخسروش ان شاء الله. جوستومون ياسين على بالنا عنده كروند اكسبيريونس في الافريك كوت غوش كيف راك حاس بالصحه تاعك دروك اكتويلمون؟ الحمد لله لا فورم راهي تجي شويه الحمد لله علاش مع ليكيب تاعي درك 4 ماتش نحس باللي راني اون فورم وان شاء الله ان شاء الله نكون بري ان شاء الله السبت الجاي باه ندير كرو ماتش ان شاء الله. و تون افي كيسك سافي تكو لا تاكتيك تاع ليكيب ناسيونال بور باتر اون ايكيب في مال رواندا في دارهم؟ احنا على بالنا بلي هي راح تكون كروس بريسيون في 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 رواندا احنا نسيو نكلموهم دي البيبي بور كوبا ان شاء الله نماركيو ان بيت في الوي تاع الماتش باه تكون مهمه سهله في لا سويت وحنايا ليسونسيال نكونوا 100% شاك جوار دون سون بوست. طاش في هذا الماتش كو ما كانش الحراره هذيك تاع الصيف والهوميديتي شويه كاينه بصح شويه مش كيما صافيت ان افونتاج لان احنا باسكو كاين بزاف لي جوار يلعبوا في الاوروب. سي نورمال الكليما سا جو بور 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 ماتش ما بون في لافريك يا دي سينيمو يجو كونتر علينا كيما الاربيتراج والتيران والكليما ديجا الكليما حاجه مليحه ان شاء الله الماتش هذا وان شاء الله يكون الاربيتراج كوريكت باه نكونوا حنا عندنا لي شونس باه نحققوا نتائج. واش تقول للشعب الجزائري اللي راح يشوف اللي قاعد غادي يشوفكم باسكو الماتش راح يعقب في اي اخ تي كاينين ما عندهمش يشروا الديكودور هكا واش راح تقول للشعب الجزائري راح بالك يسمع في البوست ولا يشوف السيت الجايا فوت ولا في السيستم دي واش راح تقول لهم؟ حنايا على كل حال نوعدوا الشعب الجزائري باه نمدوا كل اللي عندنا كيما موالفين نمدوا 100% ليكيب ناسيونال وعدناهم ان شاء الله نجيبوا نتيجه ايجابيه من رواندا هذا يخلينا باحنا تكون لاسويت ان شاء الله فرحه ان شاء الله. وحبيت نقول لك بون طريق السلامه راك رايح للجزائر و
قول لي جوا قول لهم راهم كاع لي سوبورتير معاكم وما تخافوش ان شاء الله بتولوا بون ريزولتا ان شاء الله. الله يسلمك ان شاء الله نديروا الدنيا ان شاء الله. ميرسي بوكو ياسين. السلام عليكم. دخلت انا عقبه قدامي اقصى صار في ديني وصاحبي عن غفلة المصار فجع سلمت وقبل سلامي وديك الساعة عانتلو الخبر قال أنا لرضاك طايع اختار اللي البلي بدنامي وسارنا ليها سنة بغي الشفار هي توعدكم.